النادي الاهلي غني عن التعريف، غني عن التعريف في جنوب افريقيا، غني عن التعريف في العالم كله. النادي الاهلي هتقول المقدمه هنرجع تاني نقول لك، هتقول بتنيمنا هنرجع تاني نقول لك ان انا اهلاوي وده طبيعي وحق النادي الاهلي عليا. حاجه بره الشغل لازم النادي الاهلي يعمل حساب لسان داونز قوي. زي ما قلنا قبل كده ولسه هنقولها تاني، الكوتش بيتس موسيماني دايما 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 بيحب المباريات الجماهيريه. في مدربين كوره بتحب المباراه الجماهيريه، ما بيلعب كوره لكوره. فمواجهه صعبه، صعبه على سان داونز، صعبه على النادي الاهلي. مش هنقول الافضل يتوفق، انا قلبي في مكان وعقلي في مكان تاني، فدي الطبيعه وان شاء الله الافضل يصعد. مواجهه بعد مواجهه اخرى كانت في دوري ابطال افريقيا العام الماضي، شايف اللقاء ممكن يكون بالنسبه للاهلي ازاي؟ ودرجات الاستعداد بالنسبه للاهلي بعد لقاء خرج فيه سان داونز منتصر، ازاي الاهلي ممكن يعمل حسابه في ماتش ده؟ اوكي، السنه دي اكيد بيفرق عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت النادي الاهلي جال سان داونز الاول، السنه دي سان داونز جاي للنادي الاهلي الاول، دي نمره واحد. نمره اتنين، السنه اللي فاتت النادي الاهلي كان مرهق جدا، النادي الاهلي كان بيلعب مباراه كل 3 ايام. اوكي، احنا كنا موقفين، يعني احنا سان داونز وقف مباراه، يعني خد اسبوع راحه لعب مباريات الاهلي وكمل اسبوع ورجع جه تاني هنا، يعني اخذ الاسبوعين اكيد بيفرق في الريكفري بتاع اللاعبين. السنه دي لازم النادي الاهلي يعمل حسابه توتالي ديفرنت. صقر اوكي، بس خلي الصقر للجماهير. الجمهور حقه ان هو يسقر من وجهه نظره. لعيبه الكوره لازم ينزل يركز في مباراه، ما يقعدش بقى يفكر ان هو يسقر، ممكن تيجي بحاجات عكسيه على الفريق. دي نصيحه لعيبه النادي الاهلي، اكيد هتبقى نصيحه لفريق سان داونز. لازم يعملوا حساب النادي الاهلي، لازم دايما دايما زي ما قلت لك، الكوتش الجهاز الفني بيدرس بقاله اسبوع هو هيلعب مين. مش يعني هو عنده 3 فرق، هو بيدرس ال3 فرق على الطاوله بتاعته، مباريات كل النادي الاهلي، مباريات النادي الزمالك كلها، مباريات الرجاء، كل المباريات دي موجوده معاه. احنا كنا في المغرب من اسبوعين متفرج على الرجاء، مع ان الرجاء مش معانا، النادي الاهلي معروف لينا، اتفرج على النادي الاهلي، اتفرج على نادي الزمالك. فالفرقه المحترفه اللي بتقدر تحضر بتبقى دارسه الخصم بتاعها كويس. النتيجه بتاعت ربنا في الاخر، انت بتأدي اللي عليك، لعيبتك بتأدي اللي عليها، والنتيجه في النهايه على ربنا سبحانه وتعالى.